الصحيح والفعل المعتل في أبسط صوره. الفعل الصحيح هو الفعل الذي لا تكون في حروفه الأصلية كلمة why، أو بالأحرى لا تكون في حروفه الأصلية أحد حروف العلة الواو والألف والياء. والفعل الصحيح لديه ثلاث أنواع. النوع الأول وهو المهموز، فنفهم من الكلمة أن فيه همزة، سواء كانت في الأول مثل أكل، أو كانت في الوسط مثل سأل، أو كانت في الأخير مثل قرأ. أما النوع الثاني فنسميه مضعف، يعني أن الحرف الأصلي مشدد، أي إذا قمنا بالكتابة العروضية يصبح الحرف مكرر. كيف ذلك؟ عندنا فعل ثلاثي شد، نجد حرفين، لكن كيف قلنا أنه ثلاثي؟ في الكتابة العروضية تصبح شد، نقوم بفك الشد، تصبح عندنا دال ساكنة ودال مفتوحة، ونسميه صحيح مضاعف ثلاثي. أما الرباعي فيكون الحرف الأول مثل الحرف الثالث، أما الحرف الثاني مثل الحرف الرابع مثل زلزلة وسوسة. أما النوع الثالث فنسميه السالم. كيف؟ لأنه سلم من الهمزة والتضعيف مثل ذهب فتح. الفعل المعتل هو الفعل الذي تكون أحد حروفه الأصلية حرف علة. الحروف العلة هي الواو والألف والياء، أو نجملها في كلمة واي. عكس الفعل الصحيح، فما هي أنواع الفعل المعتل؟ للفعل المعتل ثلاث أنواع: أن يكون العلة في الأول، أو يكون الحرف المعتل في الأول، نسميه مثال مثل وقف وعد وزن، هذا النوع نسميه مثال. أما إذا كان في الوسط نسميه أجوف، النوع الثاني هو الأجوف، مثل قال باع نام. أما إذا كان في الأخير فنسميه ناقص، مثل رمى سعى. هذه أنواع الفعل المعتل: مثال، أجوف، وناقص. أما الفعل الصحيح أنواعه مهموس، مضاعف، وسالم.